نور محمود صبري، رئاسة المشتركة لمديرية مياه الشرب في مقاطعة الحسكة. منذ الاحتلال التركي لمدينة راس العين وتم قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة نتيجة تحكم الاحتلال التركي بمحطة علوب، وبدأت تركيا باستخدام هذه المحطة كورقة ضغط على الإدارة الذاتية. في الآونة الأخيرة تم التدخلات من قبل يونيسيف وتم تشغيل محطة علوب من حوالي شهر ونصف، عاد شيء من الحياة إلى هذه المدينة، لكن للأسف لا يروق للاحتلال التركي أن تستمر الحياة، فقد بدأ بضرب البنية التحتية باستهداف مناطق روج آفا كافة، واستهدف المحطات توليد الكهرباء، مما أدى إلى قطع الكهرباء وعدم توفر الكمية الكافية من الكهرباء لتغذية محطة علوق، مما أدى لوقوف محطة من جديد وعودة معاناة الأهالي كما كانت سابقاً. وهذا ما يهدف أو ما يبتغيه الاحتلال التركي أو الجماعات المرتزقة التي تسيطر على محطة علوب، غاية تهجير الأهالي وقطع سبل العيش عنهم. مثلا شبو في برسكريكي ولا تشارسركر البنغة وزيادة تشيف؟ ما نبتغي من العالم أجمع هو عدم استخدام المياه كورقة ضغط وتحييد محطة علوق ومنع الاحتلال التركي من التحكم بهذه المحطة والضغط على الأهالي ومنعهم أو منع عنهم أولوية الحياة المياه التي تعتبر الحياة بحد ذاتها.